والآن مع كلمة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. And now with the word of the engineer Hisham Nasr, president of the Egyptian Handball Federation. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد. السيد الاستاذ فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي. السادة رؤساء الوفود ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة، اهلا ومرحبا بكم. بداية احب اوجه اطيب التمنيات بالشفاء العاجل والعودة الحميدة للكابتن محمود الخطيب. باسمي وباسم اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد اللعبة الشعبية الثانية في مصر، نرحب بالسادة الضيوف والفرق المشاركة في البطولة الأفريقية رجال وسيدات على أرض مصر الطيبة وتحت رعاية وتنظيم النادي العريق النادي الأهلي بعد غياب طويل عن تنظيم البطولات الأفريقية. أتمنى لجميع المشاركين منافسة شريفة ممتعة في أجواء تعمها الأخوة والصداقة. أيها الضيوف، دعونا نتمتع بكرة اليد على مدار 10 أيام متتالية، فلتبدأ البطولة إن شاء الله ونتمتع بكرة اليد ونتمنى الفوز للفريق الأقوى وبالأخص الفرق المصرية. بالتوفيق، شكرا. والآن